الوقفه الاحتجاجيه اللي دايرين اليوم مع بعض الهيئات المهنيه. المشكل اللي عندنا بالخصوص هو ذاك الاقتطاع من المنبع، ذاك الاقتطاع من المنبع هذا مشكل كبير، وهذا هذه واحد المساله اللي غادي تؤدي بالافلاس ديال واحد العدد ديال المهندسين المعماريين اللي كيخدموا في اطار القانون واللي كيخلصوا الضرائب ديالهم كباقي المواطنين اللي كينخرطوا في المنظومه ديال هذه الامور اللي واضحه. احنا المشكل ديال هذا الاقتطاع من المنبع غادي لا شك يؤدي بالافلاس ديال واحد المهنيين ديالنا المهندسين المعماريين اللي ما عندهمش الامكانيات باش يؤديوا الضرائب هذا المبلغ قبل من الوقت ديالو. فاذا احنا هذه المساله كنرفضوها رفض قاطع. عندنا مشكل اخر هو ديال التيفيا. المهندسين المعماريون كيخلصوا 20% ديال التيفيا اللي هو نسبه مئويه مرتفعه بزاف مقارنه مع الهيئات الاخرين اللي كيخلصوا 10 ولا 14%. فهذا حتى هو مشكل غادي يؤدي بالافلاس ديال واحد العدد ديال المهنيين ديالنا. سمير الادريسي مهندس معماري امين مال المجلس الوطني للهيئه الوطنيه للمهندسين المعماريين. الهدف من الوقفه كنسجلوا من خلالها موقفنا مع مجموع الهيئات الوطنيه للمهنيين كوقفه تنديديه، وكنسجلوا من خلالها المعارضه ديالنا للمقتضيات ديال مشروع قانون المالي 2023 بخصوص البند اللي كيهم الاقتطاع الاستباقي للضريبه على الدخل والضريبه على الشركات. هذا البند هذا اللي كنعتبروه جميعا كباقي المهنيين مجحف في حق المهنيين، مجحف في حق الطبقه الوسطى، لا دستوري، ما غير معترف به لا في الاعراف الدوليه ولا في القوانين المحليه. كنتمناو الحكومه انها تكون في المقاربه ديالها لمشروع قانون الماليه تكون مراجعه وتكون مقاربه عادله ومنصفه لجميع المهن. لا يعقل ان التوازنات الماليه تكون لفائدة طبقة وعلى حساب طبقة أخرى، لا يقال وغير مقبول، وهذا فيه إفلاس للمهن ديالنا، المهن ديالنا اللي الأعضاء ديالها في الواقع وخصنا ننتبهوا أنهم كيتحلوا بالشجاعة أنهم يخرجوا للميدان ديال العمل الحر ويفتحوا مكاتب وأنهم يفتحوا بيوت وأسر وكيعولوا عائلات. فلا يعقل انه تجي المنظومه الضريبيه انها تجي في واحد الجو ديال الازمه، واحد الجو اللي كيعانوا فيه جميع المهنيين في اخر الشهر باش يخلصوا الرواتب ديال الموظفين ديالهم، تجي الضريبه تزيد عليهم. الوضع الحالي الاقتصادي اليوم متازم للغايه، فلا يعقل ان الدوله في الوقت اللي المفروض منتظر منها انها تساعد المهنيين انهم يواجهوا ويتعداو هاد الصعوبات ان تجي تقل الكاهل ديالهم بالضرائب. مبدا الاقتطاع الاستباقي مبدا غير ديمقراطي وغير منصف وغير عادل. ما تنساوش تتابعونا في قناه اليوتيوب ديالنا وفعلوا خاصيه الجرس باش يوصلكم كل جديد. ديروا شير للفيديو وبارطاجوا الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي.